How many people took the shahada today? Today, 36 people. How often does this happen? Well, normally we're going to the neighborhood of the city. We go twice a week, and then we invite them here to have like this gathering, so they know more and they are sure that they want to take the decision at the neighborhood. Amazing. Yes. الحمد لله اللهم شاء الله الحمد لله اكبر الحمد لله خلاص الله اكبر عبد الله ورسوله اتسيبو كي ما يوترا دي بنيدان اكسيبتو ديوس اونيكو سين اسوسيادوس سين ايكواليس اتسيبو كي محمد اسو سيربو ايمي سهيرو اتسيبو كي يعد مسجد السلام في مدينة ميدلين من أنشط المساجد في كولومبيا، وهو يقع في ميدلين ثاني أكبر مدينة في البلاد. وكان قد تم شراء مبنى المركز بمساعدة وتبرعات أعضاء الجالية المسلمة. ونظرا للموقع الجغرافي المتميز للمسجد ووجوده بأحد شوارع المدينة الشهيرة وقربه من الحدائق والشركات والمصالح الحكومية المختلفة، فهو يعتبر نقطة انطلاق مهمة للدعوة الإسلامية في دولة كولومبيا. ويعد المسجد أيضا منتدنا للمجتمع المسلم ومكانا للأنشطة الدعوية والفعاليات الاجتماعية ودورات الفقه والعقيدة الإسلامية والأخلاق واللغة العربية وحفظ وتعليم القرآن الكريم، إضافة إلى دورات المسلمين الجدد وتوزيع الكتيبات الإسلامية في محيط المسجد. وميدلين هي ثاني أكبر مدينه في كولومبيا بعد العاصمة بوجوتا. عدد سكانها يزيد عن 3 مليون نسمة، وهي تقع في وادي أبورا أقصى شمال جبال الأنديز. وإلى جانب ميدلين هناك عدد من الجاليات الإسلامية في كولومبيا، أهمها حسب حجمها توجد في بوجوتا ومايكا وبوينافنتورا. وتوجد أيضا مراكز إسلامية في سان أندريس ومقاطعة نارينيو والسانتا مرتا قرطاجنت. وتوجد مدارس إسلامية ابتدائية وثانوية في بوغوتا ومايكاو. ومعظم المسلمين الكولومبيين هم مهاجرون من العالم العربي والإسلامي إلى جانب أعداد من السكان المحليين، ولا يعرف بالتحديد عدد المسلمين في كولومبيا لأنه لا توجد حتى الآن دراسات أو إحصائيات دقيقة أو رسمية حول أعداد المسلمين، نظرا لأن القانون الكولومبي يمنع الإحصائيات التي تقوم على أساس ديني. وفي هذا السياق تؤكد التقارير على أن الجالية المسلمة في كولومبيا في تزايد مستمر، حيث تتزايد الأعداد بشكل متسارع خلال العقود الأخيرة. وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في ظل تنامي أعداد المسلمين في قارة أمريكا اللاتينية بشكل عام، فضلا عن تزايد الإقبال على اعتناق الإسلام، حيث أصبح تزايد أعداد المسلمين في كولومبيا ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم خلال الأعوام الأخيرة. كما أن تناول الإسلام في وسائل الإعلام الكولومبية ساهم بشكل كبير في جذب انتباه المشاهد والمستمع والقارئ إلى البحث عن هذا الدين والتعرف عليه، مما جعلهم يقتنعون به ويعتنقونه.